بكم أعزائنا متابعي فضائية العراق التربوية، وأهلا ومرحبا بطلاب الخامس أدبي في درس جديد من دروس الجغرافيا. تكلمنا في الدروس السابقة عن أشكال سطح الأرض، وأخذنا منها الجبال والتلال، وقسمنا الجبال إلى أربعة أقسام اللي هي الجبال البركانية والجبال الانكسارية والالتوائية والجبال التحاتية، وعرفنا أنه كل نوع منها تكون نتيجة سبب معين، سواء إذا كانت جبال التوائية نتيجة حدوث التواء في القشرة الأرضية نتج عنها طيات محدبة وطيات مقعرة، أما إذا كانت جبال انكسارية بسبب انكسار في القشرة الأرضية، أما إذا كانت جبال بركانية فهو بسبب حدوث الثورات البركانية وخروج المواد المصهورة تراكمها شيء فشيء فكونت عندي هذه الجبال. النوع الأخير من الجبال اللي هو الجبال التحاتية نتيجة تعرض الجبال الثلاثة السابقة إلى عوامل تعرية أزالت من قممها فأدت إلى حدوث هذه الجبال. أما بالنسبة إلى التلال ذكرنا أنها تكونت نتيجة التواء في منطقة معينة أو نتيجة أنه المناطق جبلية تعرضت لعوامل تعرية أزالت من قممها وبقت فيها فقط إلا الجذور. أما الشكل الآخر من أشكال سطح الأرض اللي هي السهول، طبعا الكل يعرف أن السهول هي أراضي منبسطة تكثر فيها الزراعة، يزاول الإنسان فيها جميع نشاطاته الاقتصادية، ممكن تكون بناء المدن فيها جدا كبيرة، إضافة إلى ذلك سهولة إنشاء النقل، فكل ذلك بسبب أنه الأرض منبسطة وقليلة الانحدار. إذا نقول السهول، إذا نريد نقول يطلق على التعبير على السهول هي الأراضي الواطئة والواطئة الارتفاع فوق اليابسة، وطبعا تكون هذه السهول مثل ما ذكرنا منبسطة وقليلة التضرس وانحدارها خفيف، بغض النظر عن العوامل التي أسهمت في نشوء هذه السهول. إضافة إلى ذلك عندنا هنالك نوع من السهول الواسعة وممكن أن تكون هنالك سهول صغيرة، يعني احنا تختلف، صح احنا دا نقول هنا أن السهول هي أماكن للزراعة لتركز الإنسان لكثافة السكان أكثر شيء في السهول، مزاولة الإنسان لبناء المدن والنشاطات الاقتصادية، لكن هنالك سهول صغيرة وهنالك سهول ذات مساحات واسعة. إذا كانت هنالك سهول نقول ذات مساحات واسعة يبدو هذه تتواجد على المحيطين الأطلسي والمنجمد الشمالي، لكن السهول الصغيرة تتواجد في المحيطين الهندي والهادي، سوى بعض الصغور اللي تتواجد في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا وأستراليا. ومثل ما ذكرنا أنه السهول هي أكثر أنواع التضاريس ملائمة للسكان البشري. خلينا نشوف هنا العوامل اللي أدت إلى نشوء السهول. هنالك عوامل كثيرة أدت إلى نشوء السهول. عندنا نقول السهول الناشئة عن الحركات الأرضية وسهول فيضية وسهول تحاتية، وأيضا عندنا بعد سهول جليدية عن طريق الترسيب الجليدي. إذا كانت نقول السهول الناشئة عن الحركات الأرضية، هذه المناطق كانت مغمورة في المياه قديما، كانت هنالك مناطق مغمورة في مياه البحر لكن تعرضت إلى الحركات الأرضية، أدت هذه أن ترتفع هذه بعض الأراضي مكونة عندنا السهول، وطبعا تحورت هذه السطح مالتها بفعل عوامل التعرية، من أمثلتها السهول العظمى في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك عندنا السهول الفيضية وسهول الدلتا، هذه السهول يرتبط نشوءها بوجود الأنهار الكبيرة، مثل عندنا أنهار المسيسيبي طبعا في أمريكا الشمالية، ونهر النيل في مصر، دجلة والفرات في العراق، والنهر الأصفر في الصين، طبعا هو ثاني أطول أنهار الصين بعد نهر اليانغستي، وعندنا نهر النيل مثل ما ذكرنا في مصر، دجلة والفرات والنهر الأصفر. هذه السهول تكونت انه هذه الانهار تحمل الرواسب وتحمل الحبيبيات الصخريه الصغيره وترسبها عند الاجزاء الدنيا للنهر، مكونه بذلك دلتا ومكونه بذلك السهول التي تسمى السهول الفيضيه. طبعا هذه السهول هي من اكثر انواع السهول ملائمه للزراعه وذلك لوجود التربه الخصبه فيها.
إضافة إلى ذلك إحنا نقول هنا تنتشر في كلا هذين النوعين من السهول على الضفاف الطبيعية للإنهار. نعم، مثل ما ذكرنا أنه هذه السهول تكون تربتها خصبة لكن غالبا ما تتعرض إلى الفيضانات. النوع الثالث اللي هو السهول التحاتية. نعم، السهول التحاتية تظهر هذه السهول بفعل عوامل التعرية اللي تتمثل ببقايا أعالي الجبال وبعض الأودية، فبذلك تتكون عندي هذه السهول اللي هي سهول التحاتية. شلون مكونت عندنا الجبال التحاتية نتيجة إزالة قممها صارت عندنا جبال تحاتية. أيضا السهول هنا تتكون بفعل عوامل تعرية، ويختلف طبعا هذه منسوبها من واحد إلى آخر. خلينا نشوف هنا السهول اللي احنا ذكرناها على الخريطة. طبعا عندنا من السهول اللي هي سهول انهار المسيسيبي، طبعا هذه سهول قلنا فيضية تربتها جدا خصبة وسهول واسعة متواجدة في امريكا الشمالية، وعندنا دجلة والفرات في العراق، في العراق دجلة والفرات، وعندنا نهر النيل في مصر، وعندنا ايضا نهر الاصفر في الصين اللي متواجد في قاره اسيا. اما قلنا السهول الواسعه اللي تشرف عندنا على المحيط الاطلسي، اما اذا كانت سهول صغيره في جنوب شرق وشرق قاره اسيا، في جنوب شرق وشرق قاره اسيا. نعم، اضافه الى ذلك احنا ذكرنا من السهول اللي هي سهول ناشئه عن حركات ارضيه، سهول فيضية وسهول دلتا، سهول تحاتية بفعل عوامل تعرية. خلنا نأخذ النوع الأخير من السهول اللي هو السهول الجليدية. نعم، النوع الأخير من السهول السهول الجليدية. خلينا أسويها أحسن. السهول الجليدية تنتشر هذه السهول في وسط أمريكا الشمالية متواجدة في قارتين، في وسط أمريكا الشمالية وفي غرب أوروبا. طبعا هذه السهول كانت مغطاة بالجليد إلى نوع ما أو إلى حد ما هي مغطاة في الجليد، تتواجد في أمريكا الشمالية وتتواجد عندنا في غرب أوروبا. هذه السهول يشمل لها نوعين، سهول التعرية الجليدية وسهول الترسيب الجليدي. ممكن تجيني على شكل فراغات. السهول الجليدية تكون على نوعين، ألف باء، اللي هو أولا سهول التعرية الجليدية وسهول الترسيب الجليدي. يعني أنت بس عندك اختلاف بهذه الكلمة، هذه الكلمة وهذه الكلمة، سهول بسهول وجليد بجليد، لكن هذه سهول تعرية وهذه سهول ترسيب جليدي. إذا كانت سهول تعرية جليدية تتواجد في المناطق اللي تتواجد فيها الصخور النارية، في حين إذا كانت سهول ترسيب جليدي تتواجد في المناطق اللي تتواجد بالصخور الرسوبية. إضافة إلى ذلك أن السهول التعرية من اسمها تعرية، إذن هي تعرضت للتعرية وتغطيها طبقة من الحطام الصخري. أما إذا كانت ترسيب جليدي هذه تسهل عملية تفتيتها بواسطة الجليد، تفتتت هنا الصخور بواسطة الجليد. إذا صارت عندي أربع أنواع من السهول، سهول تكونت من الحركات الأرضية، وسهول فيضية نسميها سهول دلتا، والسهول التحاتية والسهول الجليدية. وذكرنا أن السهول الجليدية كانت بنوعين، سهول تعرية جليدية وترسيب جليدي، هذه تتواجد في صخور نارية، هذه تتواجد في صخور رسوبية. إضافة إلى ما ذكرنا من هذه السهول عندي أنواع أيضا أخرى. شوفوا وياي الأنواع الموجودة. هنالك سهول صغيرة التي تقوم الرياح بعملها داخل الصحاري، مثل عندنا سهول البلايا. يعني إذا نريد نسوي مثلا نوع، ما نوع كل من السهول التالية. أولا سهول النهر الأصفر، وين ترجعها؟ إلى سهول فيضية، سهول دلتا. إذا أريد أسوي سهول تكونت بفعل تتواجد في الصخور النارية، هاي وين ترجع؟ ترجع إلى نوع سهول التعرية الجليدية. إذا أنطاني سهول النيل،
هذه أيضا من ضمن السهول الفيضية. والدلتا إذا انطاني سهول البلايا، سهول البلايا مين تكونت؟ تكونت بفعل الرياح داخل الصحاري، كونت لنوع من السهول الصغيرة اللي هي سهول البلايا. وكذلك ينتج أيضا سهول من التجمع الرماد البركاني، هذا أيضا نوع آخر من الرماد البركاني، فضلا عن السهول البحرية، أيضا هذا نوع آخر السهول البحرية التي تنشأ من تجمع الرواسب في المستنقعات والبحيرات الساحلية. وأخيرا سهول ناتجة عن قطع الأمواج للمناطق الساحلية والتي تعرضت إلى حركات الرفع لاحقا. إذن هنا هو شارح لي بصورة مفصلة الأربع أنواع اللي هي السهول بحركات أرضية ودلتا وفيضية وسهول تحاتية وسهول الترسيب أو السهول الجليدية. لكن منطيني إضافة إلى ذلك منطيني نوع آخر تكونت بفعل قطع الأمواج، بفعل الرماد البركاني، بفعل الرياح، بفعل هنا عندنا السهول البحرية اللي من تجمع الرواسب، منطيني أنواع أخرى بدون أن يتكلم لي بها شرح مفصل. إضافة إلى ذلك إحنا نعرف أن السهول هي مركز للكثافة السكانية، وأن السهول هي منطقة جدا واسعة راح تكثر فيها الزراعة، يزاول الإنسان مختلف النشاطات الاقتصادية فيها، سهولة التنقل، سهولة بناء المدن، كل ذلك أكثر المناطق اللي يتواجد بها تركز السكان، يعني هي أكثر من جبال وأودية وهضاب وتلال، هي منطقة السهول. هذه طبعا من أشكال سطح الأرض اللي تكونت عندي بالعمليات الجيمورفولوجي، أخذنا جبال وأخذنا تلال، واليوم النوع الثالث اللي هو السهول، والدرس القادم إن شاء الله راح يكون عندنا الهضاب. إذا راح تتواجد عندنا مثل ما ذكرنا السهول اللي قلنا احنا تتواجد تكون بمساحات واسعة في العالم، تشرف هنا تحتل مساحة عظيمة جدا، ويبدو أن أكثر السهول مساحة في العالم تشرف على المحيط الأطلسي وعلى المنجمد الشمالي، ولا يطل على الهندي والهادي إلا السهول الصغيرة. لاحظ لاحظ وياي هنا منطيني هنا صورة عن السهول شلون تكثر فيها الزراعة، إضافة إلى أنها أرض مستوية. نعم، وده نقول إنه السهول إذا كانت واسعة تتواجد وين؟ في المحيط الأطلسي وفي المنجمد الشمالي. أما إذا كانت سهول صغيرة تتواجد في المحيطين الهندي، وتتواجد عندي في المحيط الهادي اللي متواجدة عندي في جنوب وشرق آسيا وفي شرق أفريقيا وفي أستراليا. ومثل ما ذكرنا أنه هي أكثر أنواع التضاريس ملائمة للاستيطان البشري، وتكثر فيها عمليات التنقل والبناء وبناء المدن والمنشآت العمرانية، ونشأت قلنا بعوامل أخرى. خلينا نشوف هنا الخريطة اللي تتواجد عندي، هذه عندنا خريطة العالم، طبعا هاي ما عليك انت بالعنوان، بس انا دا اخذ خريطه العالم اللي تتواجد بها السهول اللي تطل عندنا على المحيط الاطلسي وتتواجد في المحيط الهادي نسبه جدا قليله. نعم، اضافه الى ذلك مثل ما ذكرنا سهول نهر المسيسيبي اللي تتواجد في امريكا الشماليه، طبعا هذه سهول فيضيه، وتتواجد عندنا سهول النيل في مصر، أيضا هاي سهول فيضية، سهول دجلة والفرات اللي تتواجد أيضا فيها، أيضا هذه سهول فيضية. إضافة إلى ذكرنا إلى هنالك نوع أنواع أخرى من السهول تكونت بفعل الرياح، أو تكونت بفعل الرماد البركاني، أو بسبب الرواسب في المستنقعات، أو بسبب قطع الأمواج. هذا بالنسبة إلى النوع الثالث من أشكال سطح الأرض، بعد أن تكلمنا عن الجبال والتلال، النوع الثالث اللي هو كان السهول. إلى هنا عزيزي الطالب أنهينا درسنا إلى هذا اليوم، وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.